قال الأمين العام للبيت الوطني حسين الغربي في مؤتمر صحفي للمعارضة أن أحزابا سياسية لديها فصائل مسلحة تشارك في الانتخابات في مخالفة واضحة للقانون على حد تعبيره. هنالك أحزاب تمتلك فصائل مسلحة وهي مشاركة بهذه الانتخابات، لا يمكن أن نسمح بهذه المخالفة الصريحة للقانون. كثير من الأحزاب، وهذا ما سجل ببياناتها الرسمية، تقول أن لديها أجنحة مسلحة وهي مشاركة بالانتخابات.